اعتز بالطب والدكتوراه وها الحين هذه لك روحوا. انا اعتز بهذا المنجز اللي سويته على يعني جهودي الذاتيه ومن يعني دعم ذاتي 100%، ولكن اللي دعمني وبعد حمسني ان الناس تحمست لهاي الفكره. من بديت اتكلم عنها في الصحافه في 2010 بدأوا يقول لي الناس مقتنياتهم، حتى في ذاك الوقت ما كنت أعرف أحتاج هالمقتنى أو ما أحتاج، إنما كنت أشكرهم وأخذه. وفيما بعد يعني رتبنا في متحف المرأة حق عامل يعني لو تقرون الدفتر اللي يكتبون فيه الضيوف من كل العالم، من اليابان من الصين من أوروبا من المكسيك، أيون يتفاجئون إن هالمرأة في السياسة. انتوا عندكم هناك شوفي اللوحة، المرأة في السياسة، المرأة في الاقتصاد، المرأة في التعليم، المرأة في الفنون، هاي المرأة الإماراتية. هذا اللي سواه المتحف، انه غير من النظرة النمطية عند الغرب. انا ما كنت افكر ومم اللي يفكرون اني كنت الاولى في كذا، هذا سمعته في الصحافة وتعلمت. انا يوم درست الطب الين خلصت كلية الطب في جامعة القاهرة ورجعت دبي اسوي الروتيشن والتدريب على كل الأقسام، كنت أشعر أن أنا أمتلك ثروة ثقافية كبيرة ما بتنفع الجراح ولا بتنفع في النساء والولاد، ولكن بتنفع أكثر في الطب النفسي. لأن في الطب النفسي أنت مو بس عليك أن تقرأ الصحة النفسية، ولكن عليك أن تعرف هذا المريض من أي ثقافة ومن وشو مرجعياته. فحسيت الأقرب إلى نفسي، وحسيت كذلك أني أنا بكون أفضل من غيري في مجال الطب النفسي.